The name of the author is Oscar Wilde. The importance of being earnest includes three acts, مش خمسة زي شكسبير. It is a comedy لأنه فيش البطل بيموتش بتنتهي بشكل سعيد. بتبدأ المسرحية the play starts in Algernon's house in the city. رح نأخذ الآن إنه هذه المسرحية مثلت أو كتبت بالمدينة وبالقرية. مدينة وقرية. تمام يا جماعة؟ مدينة وقرية. طبعا Algernon's هذا أحد الشخصيات. هذا الشخصية الرئيسية الأولى البطل خلينا نسميه. Lives in the country. He's rich. مقرش. بعيش بالقرية. Country المقصود بها قرية. Known as Jack, هذا بيدعي له اسمين. Known as Jack in the country and as Earnest in the city. بس يروح على القرية بيحكي أنا اسمي جاك، بس يروح على المدينة بيحكي أنا اسمي Earnest. و Earnest هو the importance of being Earnest. لو رحنا للقواميس وبحثنا عن كلمة Earnest رح نجد إنه معناها إيش؟ جدي، كويس، إلى آخره. وهذا جاك ويرثينج loves Gwendolen. فتاة اسمها Gwendolen. تقرب لشخص آخر اسمه ألجي أو ألجيرنون. ألجيز كازن. بنت خالته أو بنت عمته لألجي. تمام؟ إذن جاك ويرثينج إله اسمين. مرة بس يروح على القرية بيحكي يا جماعة أنا اسمي جاك، بس يروح على المدينة بيحكي اسمي إيرنست. الشخصية الثانية ألجيرنون أو ألجي. ألجيرنون أو ألجي. lives in the city. هذا عايش بالمدينة. طبعاً he's rich. بيقرب a nephew of Lady Bracknell. بيقرب لعجوز خلينا نسميها اسمها براكنيل، ليدي براكنيل. براكنيل إلها بنت اسمها Gwendolen. Gwendolen فيرفاكس. تمام؟ براكنيلز دوتر. براكنيلز دوتر بنتها لبراكنيل، لليدي براكنيل. بيست فريند اوف جاك ويرثينج، صديق لجاك ألجيرنون او ألجي، هو احد اصدقاء جاك، وهذا البطل الثاني بالقصه. القصه إلها بطلين. كمان known for years as Earnest. معروف انه اسمه Earnest. ليش؟ ركزوا معي. جاك اند ألجي البطلين بالقصة او ألجيرنون. ألجي او ألجيرنون. Use the name Earnest. كلاهما الاثنين استخدموا Earnest. شو الهدف؟ To deceive the girls in the play. يخدعوا الفتيات. كيف؟ Because it was believed that the girls loved the man whose name was Earnest. الشخص اللي اسمه Earnest كانت الفتيات تحبه، عشان هيك كلاهما يدعي انه اسمه Earnest. جاك وألجي. عندي شخصيات اخرى، براكنيل او ليدي براكنيل اللي هي امها لجويندلون. في عندي سيسيلي قريبه لجاك. في عندي مس بريزم اللي هي الجفرنس مربيه الاطفال. في عندي ذا بريست احد القساوسي. شو أهميتهم هذولا؟ براكنيل أو Gwendolen's mother أمها لجويندلين who refuses the proposal of Jack. هذا جاك طلب بجويندلينز أمه رفضته في البداية، في بداية المسرحية، لأنه أهله مش معروفين. الآن بنأخذ التفاصيل. Gwendolen براكنيلز دوتر بنت براكنيل بتحبه لجاك أو لأيرنست، ما هو معروف حكينا بالقرية له اسم وبالمدينة له اسم. سيسيلي فتاة أخرى عايشة بالقرية كانت عايشة مع جاك أو بتعيش مع جاك. A girl loved by Algernon أو بتحب أو حبها Algernon. Miss Prism سيسيلي's governess مربية الأطفال اللي دارت بالها على سيسيلي وكذلك دارت بالها على جاك. Who had mislaid Jack as a baby in the handbag at a Victoria train station. كان معها جاك ونسيته في إحدى محطات القطار. وفي عندي the priest دوره مش كثير مهم. طيب بتبلش الأحداث الآن the plot. ألجي and Jack البطلين بالقصة are close friends. Jack wants to marry Gwendolen ألجي's cousin. هذا جاك حاط عينه على Gwendolen اللي بتقرب لألجي. ألجي asks Jack about a girl called Cecily. الآن ألجي جاك مع بوكيه دخان او شيء زي هيك مكتوب عليه سيسيلي، فألجي بيحكي له اني هذه سيسيلي. جاك بيكذب عليه، but Jack describes her as old and ugly. جاك لايد بيكذب على ألجي، بيحكي له هذه واحدة كبيرة عمتي او خالتي وكبيرة بدك اياها.
Algy confesses to Jack that he is deceptive because he uses Earnest as a fake name whenever he visits the country. Algy بيعترف اعتراف واضح وصريح لجاك بحكي له أنا دايما بكذب دايما بحكي إنه اسمي Earnest. Gwendolen, Algy's cousin, meets Jack where Jack confesses to her that he loves her. Jack حكى لها I love you حكت له I love you too تمام. She says to him that girls like the man whose name is Earnest. So he says he will name himself Earnest. حكت له إحنا يا الفتيات بنحب الشخص اللي اسمه Earnest. فحكى لها أنا من اليوم اسمي Earnest. تمام؟ Bracknell اللي هي الأم أمها لجويندلين refuses to marry her daughter to Jack because his parents are known and he doesn't belong to the upper class. She thinks. Bracknell حكت له لو بدك تطلع أو لو بدك تصل القمر ما بزوجك بنتي أنت زلمي أبوك وأمك مش معروفين أنت وجدوك لقيط ولا تنتمي أو ينتمي للطبقة العليا لكن مش في شرط من الشروط ناقص. أوكي. Gwendolen wants to visit Jack in the country. الآن عشان بتحبه لجاك تحكي له أعطيني عنوانك. So he tells her about his address. حكى لها عنواني كذا 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 في مثلا ساكن أنا مثلا بالمنطقة الفلانية بإحدى القرى التابعة للندن. في هذه الفترة Algy spies on them and wants to visit too in order to know much about Cecily. قاعد Algy يكتب العنوان عشان في Cecily بده يزورها. بهيك بنتهي Act 1. الآن بداية Act 2 ببلش بالقرية. احنا الآن كنا بالمدينة ننتقل للقرية. In the country in Jack's house where Cecily and her governess Miss Prism live, Algy knows that Jack was a big liar. Algy بيكتشف انه جاك كذب عليه مش قال له سيسيلي كبيرة وختيارة بيكتشف لا انها بنت حلوة وصغيرة. He discovers that Cecily is a very beautiful girl so he falls in love with her. بحب سيسيلي عشان زارها. Miss Prism مربية الأطفال الآن brings Jack up. هي اللي ربت جاك raises him and knows that Jack has a deceptive brother whom she hates. دائما وابدا بريزم بضل تحكي لجاك عندك اخو انا بحبوش كذاب كذوب. The priest and Miss Prism go away from the house. كانوا موجودين بالقرية بالمنزل الخاص بجاك بيتركوا المنزل بروحوا يتمشوا. And Cecily remains alone. تبقى سيسيلي بالبيت. بيظهر لها مين؟ Algy. Algy appears and tells Cecily that his name is Earnest and he loves her. بحكي لها أنا اسمي Earnest و I love you. He found out that Jack was a big liar زي ما حكيت لكم سابقا إنه بيكتشف إنه سيسيلي فتاة جميلة وصغيرة وليس كما حكى له جاك إنها كبيرة وبشرة. After a while Jack discovers that Algy deceives Cecily. أها الآن جاك بيكذب عليها قال أنا اسمي إيرنست وهو اسمه Algy مش جاك مش إيرنست because he names himself Earnest. Both أنا أمي جاك وAlgy discover that they have Earnest as their name. الاثنين بيكذبوا هذا بيحكوا اسمي إيرنست وهذا بيحكي اسمه إيرنست. All start to argue يتطاوشوا يتقاتلوا ويتشاجروا. Bracknell الأم appears and agrees that Algy marries Cecily. قال شو حكت Bracknell Algy تقدر تتزوج سيسيلي because she is wealthy مقرشي. But she refuses to marry her daughter to Jack. Jack ما هو أبو أمه غير معروفين نسيته المربي أو لقطته مسكته المربي من أحد القطارات مسكت شنتي بالخطأ. Jack refuses Algy's marriage to Cecily. كمان جاك بيرفض زواجه من سيسيلي. الآن at the end نهاية المسرحية Miss Prism مربية الأطفال the governess discovers the true character of Jack that he is Earnest. إذا جاك هو Earnest and he is Algy's brother أخو Algy. Algy وجاك هم إخوي الاسم الأصلي لجاك هو Earnest وAlgy أو Algernon هو الاسم الصريح. Earnest هو الأخ الأكبر. تكتشف مين مربية الأطفال. She had mislaid Jack as a baby in a handbag at a Victorian train station. نسيته أو فكرت حالها خربطت بإحدى الحقائب وحملت شخص آخر لكن هي حملت جاك أو Earnest. تمام؟ إذا هذا هو أهمية إنه تكون Earnest. This is the importance of being Earnest. You are, or he is, a wealthy man.
he is, or he can marry his beloved Gwendolen.